السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نبدأ على بركة الله فيما يتعلق بالنسبة لفاليداسيون، غير ناخذ كإكزومبل سامبل وإمبليمونتاسيون سهلة ديال الفاليداسيون أو التيب سامبل اللي هو فاليداسيون ريكوير. نسيبوزيو أن الكليون طلب منا أن هاد لو شون تيتر يكون أوبليغاتوار. كيفاش نإمبليمونتو هاد الفاليداسيون في وسط جسد؟ كيف ما قلت كاينين بليزيور ماني غادي يشوفو منهم البعض. غنبداو بلا فاصلون اللي هي سامبل اللي كتكون فوسط الفيسلت، بمعنى كان اكس كان ديفيني هاد الفاليداسيون او نيفو ديال الفيسلت. اذا نمشيو نرجعو للكود سورس، غادي نجيو لو شون تيتر اللي هو هذا، ثم غادي نافيشي نجي لاتريبيو اللي مسؤول على زون دو سيزي، ثم غنلقى واحد لاتريبيو في لو فوسط كومبوزون انبوت تكست ميتو ريكوايرد، ثم غادي نعطي لا فالور ترو. نجي نافيشي هنا، لاحظنا ثم غادي ندير سوف غاردي، لاحظنا ما وقعت حتى شي حاجه. طيب الا لاحظنا هنا كاين عندنا واحد لافيرتيسمون فوسط اللوغ، انفو افيرتيسمون لي فيسز ميساج اون ايتيمي اون في داتون مي نون بوتيتر با افيشي. هاد لو ميساج يقول لنا راه كاينه واحد هذا هي ورني تاع جي اس اف، هذا ستان افيرتيسمون ديال جي اس اف كيباني في اللوغ، لي فيوزاتور تاع الانترفاس ما بان ليه والو. اش كيقول هنا؟ كيقول لنا راه كاينه واحد الفاليداسيون اللي كاين واحد الميساج اللي خصو يتافيشا ولكن ما تافيشاش. وهنا كيعطينا كومبوزون اشنو هو لو شون لاش ملي فورم تايتل ولو تيب ديال الميساج سمر الى اخره. اذا اش غادي نديرو باش نافيشيو هاد الميساج؟ خصني اجوتي واحد لو تاغ اخر اللي هو اش ميساجز افيك اس بهادشي، ثم غادي ندير ريفريش، ثم غادي ندير سوف غاردي. لاحظنا فورمز بوان تايتل عطانا ايرور دو فاليداسيون فو دوفي انديكي اون فالور. اذا ميساج جينيريك يل سوفي باش ناجوتي هاد لاتريبي ريكوارد ايغال ترو. اما هاد اش ميساج هي فقط تاغ باش كنافيشي الا كانو دي ميساج، هذا سيمي باش يكون هاد لو تاغ دائما افيشي او كاو تيكون شي ميساج كيتافيشي بهذا الشكل. الو لاحظنا فقط اتريبي واحد كيجري لنا الفاليداسيون. نقطه اخرى الا بنا مثلا شونجيو هنا عطاني فورمز دو بوان تايتل، بمعنى سبيسيفيا ليا الاي دي ديال هاد ليليمون اللي عطاني ايغور دو فاليداسيون اللي عطاني لو ميساج او لو تيب ديال ميساج فاليداسيون. حنا عندنا لو دووا اننا نشونجيو هاد لو ميساج نتاع الفاليداسيون. كيفاش؟ غنجي فوسط هاد ريكوايرد فوسط هاد الانبوت تكست غنأجوتي واحد اتريبي اخر اللي هو ريكوايرد ميساج، مثلا نسميو التيتر اي اوبليغاتوار بهاد الشكل، ثم غندير ريفريش ثم سو كان. لاحظنا تيتر اي اوبليغاتوار. اذا جي اس اف كيعطيني الحق نديفيني الفاليداسيون وهو يتكلف بلي ميساج يجينيري اوتوماتيك، هادي لا سوليسيون الاولى. سوليسيون الثانيه هو انه عندي الحق كذلك نسبيسيفي لو ميساج ديريكتومون فيا هاد لاتريبي ريكوارد ميساج ريكوارد ميساج. اوكي دونك ممكن كذلك هاد لي ميساج ديرو جينيرالمون كيكون عندهم ان ستيل، كيكون عندهم ان ستيل، ممكن نستيليزي نشونجي لو ستيل ديال هاد لي ميساج ديرو.